ترجيح دولة السيد رئيس المجلس المحترم تم شمول مناطق في بغداد والمحافظات بأعمال فريق الجهد الخدمي الهندسي وبخاصة المناطق الزراعية، تتمثل بتطوير هذه المناطق والأحياء. مثلا اليوم في منطقة الثعالبة محل 165 تطوير المنطقة بالكامل بالبنى التحتية، الماء والمجاري والتبليط والأرصفة وكذلك الكهرباء وتسهيل المداخل. عندنا ببغداد المحافظات أكثر من 365 مشروع تم إنجاز أكثرها إن شاء الله، والباقي بنسب إنجاز عالية. أعمالنا طبعا في هذه المناطق هي بنى تحتية وكذلك الكهرباء ومستشفيات ومراكز صحية وبيوت صحية أيضا ومدارس تأهيل وتفعيل مدارس جديدة، وأيضا عندنا توزيع الرحلات المدرسية، وأيضا في قطاع الكهرباء فك اختناقات وتجهيز محولات، وأيضا كذلك في جوانب أخرى عندنا في حملات في مدينة النجف، حملات للأعمال اللي تقوم بها كوادرنا برفع الأنقاض وتهيئة المناطق في هذه اللي تكون بتنزهات وغيرها. أيضا عندنا في باشرنا بالوقت يعني قريب في محافظة ذي قار بأعمال، وأيضا عندنا أعمال في محافظة البصرة إن شاء الله نباشر بها. ضمن أعمال بلدية بوب الشام محلة 365 اليوم الزقاق الرابع أنجز إن شاء الله 100%، وهناك بعض الملاحظات تم تحديدها من السيد رئيس الفريق لإكمال الشارع المدخل الرئيسي اللي هو مدخل بغداد كركوك اللي هو مدخل على المحلة إن شاء الله، وهناك بعض الملاحظات تم تشخيصها وبإشراف الجهة الرقابية إن شاء الله كفريق جهد خدمي وهندسي حكومي والجهة المنفذة الجهد الخدمي لهيئة الحج الشعبي إن شاء الله عملنا عليها اليوم، وإن شاء الله من 1/6 سوف تنجز المنطقة اللي هي محلة 365 زراعي سوف تنجز 100% إن شاء الله، وأعمال المقرنص والباور كيربر ومشبكات الأمطار كلها أنجزت 100%، بقى بس أعمال الإكساء بمادة الأسفل. هذا المشروع ضمن مشاريع 7 في مقاطع قسم البلد بوب الشام والثعالبة اللي في السويدات، شارع الخفاجات، 1 حزيران، مجمع حمرابي، شارع العرضية، شارع البزل، شارع الموازي للبزل. كل الأعمال إن شاء الله قاربت على الانتهاء بوتيرة متصاعدة حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء. العمل يستمر 24 ساعة بوتيرة متصاعدة، نبشر أهلنا وناسنا من المناطق الزراعية المناطق المحرومة أصبحت بموازاة المناطق السكنية، ومثل ما تشوفوا المواطنين مستبشرين خير بهذه الحكومة، والحمد لله والشكر عملنا مستمر. دائرتنا دائما بأعمال المراقبة والإشراف في حي ثعالبة 365 التابع لبلدية بوب الشام وبإشراف كوادر الحشد الشعبي، وإحنا راقبنا مثلا عملية المراقبة والإشراف دائما من الأعمال من الصفر لحد الآن، يعني بدينا بأعمال الفحوصات المختبرية كاملة من الترابية إلى السبيس إلى المقرناص حتى نشرف بإشراف كامل وواضح حسب التوجيهات من مجلس الوزراء على أن تكون المواصفات قيمة أولى وعليا في عملية التأهيل للطرق لهذه الساحات والمواقع.